السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن يوم 18 من أيلول سبتمبر المقبل هو موعد انتخاب الإدارة المحلية، انتخابات الإدارة المحلية، والذي صدر بمرسوم. طبعا هذا الأمر فيه الكثير من الأهمية، وبدأ الإقبال بشكل حقيقي وبشكل لافت مع استنفار كل الجهات المعنية من أجل تقديم الوثائق لمن يريد الترشح، وبالتالي بدأت بالفعل ما يمكن أن نقول أنها معركة انتخابية بكل معنى الكلمة، دخول قوي لكثير من الناس، محاولة لمن كانوا ربما بعضهم يحاول أن يبقى. ومع ذلك نقول عند كل استحقاق انتخابي هناك مسؤولية كبيرة تقع على المجتمع. المقولة التي نسمعها من بعض الناس أنه والله فلان طالع، أو أنه صوتي لن يقدم ولن يؤخر، أو أنه فلان ربما لديه مثلا الكثير من الاعتبارات التي قد تأتي به إلى هذا المكان سواء كان بانتخابات مهما كان شكلها، هذا كله كلام الشارع، والذي تكرس للأسف عبر فترات طويلة من الزمن، وكنا بحاجة بالفعل إلى أن يكون هناك جهد مجتمعي حقيقي من أجل أن يمحو من فكر المواطن هذه الكلمات وهذه العبارات التي لا يمكن أن نقول إلا أنه كان لها أساس ربما في زمن من الأزمان أو وقت من الأوقات أو ظرف من الظروف، ولكن لن نبقى حبيسي بعض الأفكار والصفات، وبالتالي هناك مسؤولية كبيرة تقع على المجتمع وعلى الجهات الرسمية في الدولة في الفترة المقبلة. حول هذا الموضوع ضيفي في الاستوديو السيد عبد الرزاق ضميري، أمين سر مجلس محافظة ريف دمشق. أهلا ومرحبا فيك أستاذ عبد الرزاق. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا. الموضوع موضوع الإدارة المحلية، هناك من يرى أنه له أهمية كبرى، يعني لا يمكن أن الاستهانة بموضوع انتخابات الإدارة المحلية، لأنه بكل قرية بكل مدينة بكل بلدة بكل مدينة بكل محافظة هم يعني الجهة التي تحكم بشكل حقيقي وبشكل واقعي وعلى الأرض هي مجالس الإدارة المحلية والبلديات، وبالتالي الموضوع مهم جدا وبحاجة دائما إلى أن نذكر أنفسنا ونذكر المواطنين السوريين أنه لا أحد يستهين بموضوع انتخابات الإدارة المحلية وينظر إليها أنه هي شيء عابر أو شيء يعني ليس ذا أهمية أو شيء مثلا تحصيل حاصل بالنسبة للكثير من الأشخاص. كيف بعد أيام من فتح باب الترشح كيف عم ترصد الواقع؟ بداية رحمة الشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وتحية لسيد الوطن اللي أصدر المرسوم الخاص بانتخابات الإدارة المحلية في 18 من الشهر التاسع إن شاء الله تبدأ عملية الاقتراع لانتخاب الوحدات الإدارية ومجالس المحافظات على مستوى القطر العربي السوري. الحقيقة نحن في محافظة ريف دمشق، وبشكل عام أشرت في مقدمتك الحقيقة الرائعة التي أبدت أنه اختيار من يمثلون الإدارة المحلية، وخاصة نحن مقبلين على إعادة إعمار بعد الأزمة التي مرت في على القطر العربي السوري، لابد من وجود ناس أكفاء ذات خبرات عالية تكون تمثل المجتمع المحلي في إدارة الوحدة الإدارية لطبعا إعادة أعمار هذه طبعا الوحدات إعادة أعمار ما تم تدميره. الحقيقة نحن في محافظة ريف دمشق وبتوجيه السيد محافظ ريف دمشق السيد صفوان أبو سعدة جمع طبعا كل المعنيين وأمننا كل الأمور اللوجستية الخاصة في موضوع الانتخابات الإدارة المحلية، وطبعا بوجود اللجنة القضائية. طبعا بحب أشير إلى نقطة مهمة، تدار العملية الانتخابية من خلال لجنة قضائية رئيسية ومن ثم لجان فرعية على مستوى المحافظات، ومن ثم في كل مركز انتخابي هناك قاضي مسؤول عن الانتخابات ومسؤول عن تقديم طلبات الترشيح. طبعا هناك شروط للترشيح حسب ما ورد في القانون الإدارة المحلية الصادر مرسوم التشريع رقم 107 لعام 2011، حدد بالشروط الخاصة به، وهناك تسهيلات كثيرة جدا في سبيل انتقاء الأشخاص الأكفاء ذات الخبرات من المهندسين ومحامين وأصحاب الإجازات. لا يعني أن نمحي الطبقة الأخرى، وإنما هي تشارك في المجتمع في الوحدة الإدارية. مجلس الوحدة الإدارية يتكون مجلس الوحدة الإدارية طبعا أنا عم بحكي على مستوى المحافظة. مستوى المحافظة 100 بده يكون عدد أعضاء مجلس المحافظة، حسب طبعا احنا محافظة ريف دمشق تعرف مساحتها واسعة وعدد سكانها، بكون عندنا أعضاء مجلس المحافظة مكونين من 100
عضو في مجلس المحافظة، هل 100 بيكون منهم 10 أعضاء مكتب تنفيذي، رئيس نائب رئيس مكتب تنفيذي وأمين سر، أمين سر مجلس محافظة ورئيس مجلس محافظة. بالإضافة هذا بيكون مصغر على كافة الوحدات الإدارية حسب عدد السكان، مجالس مدن بلدان قرى، مجالس مدن بلدان بلديات. مجالس المدن بيكون عدد السكان فوق 50,000، بلدان 25,000 فما فوق، والبلديات 5,000 فما فوق. يكون حسب طبعا عدد أعضاء المجلس تم تحديده موجب قرار السيد وزير الإدارة المحلية، سواء كان العدد لكل مثلا عدد معين من السكان يمثلون شخص، وتحديد الفئات طبعا عندنا فئة ألف وفئة ب. تسهيلات كاملة أستاذ نزار، وبحب أن هالمنبر الرائع وجه كل أخوتنا ذوات الخبرات العالية في إدارة الوحدة الإدارية سيما في إعادة الأعمار أن يتقدموا بطلبات ترشيح لهذه الوحدات الإدارية الذين ينتمون إليها، وأن نكون ذو حس وطني نشعر بخدمة المواطن، لأن نحن من نخدم أهلنا خدمات، سواء بالخدمات سواء الخدمات العامة، تعبيد تسفير طرق صحة مشافي حدائق عامة، كل ما يتعلق بموضوع الخدمات لابد من اختيار الناس. بتمنى على كل أهلنا وأخواتنا اللي ما ترشحوا يجوا ترشحوا يعني خبراء حتى يقيدوا المرحلة. واليوم بالمناسبة عقد السيد محافظ اجتماع لكافة المدراء ووجه تقديم التسهيلات، ووجه العام يقولوا في مسألة أنه المراكز، نحن لدينا في محافظة ريف دمشق 5 مراكز انتخابية. يعني أحيانا مثلا منطقة دوما ومنطقة التل عم يصير في صعوبة بالتنقل، لا سيما بعد الموضوع النقل. وجه السيد المحافظ بتأمين وسائل النقل لكافة الإخوة المواطنين الذين يودون الترشيح لانتخابات مجالس المحلية، سواء مجلس بلدي أو مديني أو بلدية، لإيصالهم إلى هذه المراكز بكل يسر. وبالمناسبة أستاذ عبد الرزاق، أستاذ عبد الرزاق، يعني بقي يومين لوقت الترشح. هذه الانتخابات الثالثة منذ بدء الأحداث في سوريا وحتى اليوم، كثير من الناس من أصحاب الكفاءات الذين نعرفهم يحيدون أنفسهم. وهذه النقطة السلبية التي يتحملها مجتمعنا، أنه بدل أن نلعن الظرف الحالي والناس اللي نقول والله فلان فاسد وفلان كفت يده لأنه بالأساس كان اختياره خاطئ، وبالأساس فلان أقيل لأنه كان اختياره خاطئ، وحل المجلس البلدي في المنطقة الفلانية والقرية الفلانية والمدينة الفلانية لأنه بالأساس المجتمع أو الجهات المسؤولة عنهم اختارتهم بشكل خاطئ، بدل من كل ذلك نحن كمجتمع نحن ندعو كل من لديه كفاءة ويجد نفسه بالفعل أنه قادر أن يساهم بتنظيف الكثير من الأماكن أن يترشح. يعني ما بنضل نحن أصحاب الكفاءة محيدين نفسهم وعم نقول يا أخي شو هالانتخابات وشو هالناس ومين اللي عم يجي على هالبلديات ومين هالأشخاص هذول. هلا حكى كلامك كتير حلو بمحله رائع. نحن مرينا الحقيقة في أزمة وخضنا عدة انتخابات في مراحل سابقة على الإدارة المحلية، كان هناك طبعا الكفاءات بسبب الأزمة، تعرف مثل ما بتعرف أغلب الكفاءات هاجرت خارج البلد، سواء كان أطباء أو مهندسين أو كذا، وكان عدد قليل من طبعا الكفاءات اللي أنت أشرت حضرتك إلى. لدينا كفاءات ولدينا خبرات، أنا طبعا درس كلية الهندسة المعمارية، لدينا كفاءات ومهندسين مستعدة تخطط لكل دول العالم، كفاءات موجودة. حاليا نحن وصلنا لمرحلة رائعة جدا وما عاد في عنا أي مشكلة، يعني طبعا بدنا هالكفاءات الموجودة عنا. ومين عم تخدم أنت؟ عمليا عم تخدم أهلك، والنهاية المجلس من المجلس إلى المجلس، يعني لا نحن لا يقوم تعميم، مجرد ما طلع المجلس هو من يختار أعضاء المكتب التنفيذي، لا يتم تعيينه. قانون الإدارة المحلية بمواده وتعليماته التنفيذية أوضح عنا المجلس هو من يختار أعضاء المكتب التنفيذي وليس فرض. المجلس والمجتمع المحلي هو من يختار أعضاء المكتب التنفيذي ومن يمثلهم كرئيس وحدة إدارية، وطبعا أعضاء المكاتب التنفيذ كلهم في قطاعي، سواء بالقطاع الخدمي ولا الصحي ولا الاجتماعي ولا الكهربائي، ولا طبعا كل عضو مكتب تنفيذي سواء في مجلس المحافظة أو في المجالس الوحدات الإدارية يكون مشرف على قطاع معين،
ولا بد، انا اشرت نعم. ليس نعم. ليس الموضوع بانتخاب رئيس الوحده الاداريه، نجاح رئيس الوحده الاداريه ليس بمفرده، وانما بالتشكيله للمكتب التنفيذي الذي سيتم اختياره، هي حتقدم الخدمات، مفروض التشكيل تكون مختارة بشكل صحيح ومنسجمة كلياتها مع بعضها، وكل بتمنى على كل رئيس وحدة إدارية قادم أن يعطي كل ذي حق حقه ويعطي أصحاب الخبرات. أحيانا يكون رئيس الوحدة الإدارية محامي أو غير مهندس، ممكن أنه يكون في عندي بالمكتب التنفيذي اختصاص التخطيط الإقليمي أو التخطيط التنظيمي، ويكون عندي مهندس حتى يعرف يقرأ المخطط التنظيمي. أنا ما معقولي أنا جيب واحد معه صف سنة ثانوية يقول له والله عدل المخطط التنظيمي أو رأى المخطط التنظيمي. قراءة المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء لابد من وجود مهندس ذو خبرة أو من لديه خبرة في هذا المجال. لا يمكن أنا أجيب أي رئيس وحدة إدارية يكون يدير وحدة إدارية بخدمات. لا شو مهمة المجلس وضع الاستراتيجيات والخطط التي تقدم المشاريع الخدمية لإخوتنا القاطنين في ريف دمشق أو في كل سوريا. هذا مهمة المجلس، ورسم الخطط والاستراتيجيات التقدم مشاريع كل وحدة إدارية إلى موازنة. هالموازنة مين بيدير الموازنة؟ فقط رئيس الوحدة الإدارية، وإنما المجلس المحلي المكون المنسجم. وأنا بتمنى أنه كل إخوتنا يختاروا الناس الصح بالانتخابات، لأنه حيكون فعلا انتخابات دقيقة جدا، خاصة بالمرحلة وحسب التوجيه التوجيهات اللي جاتنا، أنه الناس كلها حرة بتنتخب ولا في أي مشكلة بموضوع الانتخاب. وأنا برد بأكد من أنبر تقديم أصحاب الخبرات والكفاءة من مهندسين وغيرهم في ترشح للإدارة المحلية بكل مرحلة كاملة. نعم، هذا الشيء كنا دائما نقول أستاذ عبد الرزاق، أنه مجتمعنا له طبيعة لا يمكن أن تتغير، لا يمكن أن نغير هذه الطبيعة. وبالتالي يعني ابن العشيرة الفلاني بده ينتخب ابن عشيرته، ابن العائلة الفلاني سينتخب ابن عائلته، فلان سينتخب قريبه، أو يعني الاعتبارات هي غالبا عم تكون اعتبارات، إما اعتبارات مصالح أو اعتبارات قبيلة عشيرة عائلة. ولكن مع ذلك كنا نقول حتى ولو كان هذا الأمر يا أخي لا ضير فيه ولا مشكلة فيه، ولكن في حال رشحت هذه الجهة أو هذه العائلة أو هذه العشيرة أو هذه المدينة أو هذه القرية رشحت أفضل من لديها، يا أخي رشحوا أفضل حدا عندكم، وما عليش بيك حالة إذا رحت انتخبتوا قرايبينكم. هلا نحن بالريف مثل ما بتعرف، الريف الدمشقي اللي هو سور دمشق ومناطق أو إطلالة دمشق أو المحيط الحيوي لمدينة دمشق هو عبارة عن ريف. طبعا هذا الريف لابد كما أشرت في هناك عشائر، في هناك في مناطق في عشائر، ونحن ما عندنا مشكلة، بالعكس هالعشائر هدول حبايبنا وأهلنا وإخواتنا ينتقوا في خبراء. هل ممكن نحن في هالمرحلة هاي ما يكون عندهم مهندسين وأطباء وكفاء؟ حتى لو كانوا أعضاء بالمجالس المحلية، مو شرط أنا على انتخاب رئيس الوحدة الإدارية من المجلس نفسه، يعني أنا من أنتخب رئيس وحدة الإدارية وليس تعيين. على بدك تنتبه على الناحية، ناحية كثير مهمة. رئيس الوحدة الإدارية لا يعين ولا يفرض. رئيس الوحدة الإدارية بموجب المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 ينتخب من المجلس المحلي، ويتم تعيين أعضاء المكتب التنفيذي من المجلس المحلي. يرفع هذا المجلس عند نجاح هذا المجلس، يرفع المحضر إلى الجهات الوصائية لاعتماده وإقراره فقط، وليس لها أي علاقة لا المحافظة لا الوزارة، وإنما نحن من ننتخب أنفسنا ونعين أنفسنا. والمرحلة الماضية انتهت أستاذ نزار، يعني أنا بحب طمن كل إخوتنا وأهلنا وبكل سوريا إنه المرحلة السابقة انتهت، الواسطة والغش وإلى آخره. هذا إن شاء الله نأمل ذلك، هاي المرحلة بإذن الله إن شاء الله. هذا الأمل، هذا الأمل وهذا الواقع. أنا مثل ما عم شوف هلأ أنا بستلم الملفات، كل شيء في قوائم عم تندرس بكل مراكز الانتخابية، عم تجي عندنا على مديرية المعلوماتية وهي عم تتصفى، وعم بالنهاية تسلم إلى اللجنة القضائية عم تندرس. وإن شاء الله هاليومين القادمات حيكون الإقبال للترشيح لحد الآن. كيف الإقبال لحد هذا؟ يعني لحد الآن الإقبال لا بأس به، يعني بس نحن بتعرف أول مرحلة كانوا يتأخروا لأنه عملية إصدار الوثائق
اصدار الوثائق عم ياكل وقت مثلا بالضغط، يعني هلا مثلا بروح على مركز خدمه بيكون شي 1000 واحد بدهم لحكم عليه، مو معقول ال 1000 واحد ب 10 دقائق يطلع. نعم. هلا اصدرت اللجنه القضائيه نحن دائما شعب بنستنى للحظه الاخيره، يعني باي شيء نحن يعني الطالب عندنا بدرس باخر يوم، يعني دائما على اخر طمن اهلنا استاذ نزار انه اصدرت اللجنه القضائيه قرار وجهت القضاه بكل المراكز الانتخابيه قبول طلبات الترشيح ولو بورقة واحدة مبدئيا، ويتم استكمالهم في آخر يوم. نعم. إن شاء الله مش أي سهولة ما يشام ما يقول نحن هلا كمان في ناس تكون تكون ناس قاعدة راصدة، يعني مجهزين وراءهم وعم يستنوا ليشوفوا مين ترشح مين ما ترشح حسب التوازنات، يعني يشوف حاله له مصلحة يفوت بالانتخابات ولا ما له مصلحة مثلا، يعني هذا الشيء اللي بخلي الناس تنتظر لآخر يوم. لكل مرشح يعني في اللي عنده يعني اللي عنده ثقة بنفسه، أنا برأيي من أول يوم ترشح. نعم. ما عندي مشكلة، أما أنا ما عندي ثقة بنفسي بدي أشوف فلان ترشح ولا بدي أدخل بطرق ملتوية، هي بترجع لكل شخص، وهذا أنا ضد هالفكرة نهائيا. أنا إذا بدي ترشح من أول يوم باخذ طلبي وبكون واثق من نفسي، واثق من إمكانياتي، واثق من قدراتي إنه أقدر دير هالمرحلة اللي هي صعبة. بتشكرك جزيل الشكر استاذ عبد الرزاق مريه، امين سر مجلس محافظه ريف دمشق، شكرا جزيلا. كل الشكر لك للساده المشاهدين. شكرا.